الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس سيبك سيبك من الوسواس ورغي الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس الدنيا جايه والامل موجود الدنيا جايه والامل عجباني ياللي ما عند أيامك عجباني ياللي ما عند أيامك كل الجراح كل الجراح كل الجراح وتلعبي آلامك ومصدقة إن الدنيا قدامك مهما داقت والليالي عتمت صبرا كأن الصبر خدامك صبرا كأن الصبر خدامك ومين ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي صبرا وصبرك ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي وكأنه ساكن ضحكت شفايفك وكأنه ساكن دمعة بكاكي كأنه ساكن ضحكت شفايفك وكأنه ساكن دمعة بكاكي صدقي الاحساس سيبك سيبك من الوسواس وقول الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس الدنيا جايه والامل موجود الدنيا جايه السلام عليكم. وعليكم. دكتور رؤوف جوه؟ لا الدكتور رؤوف في بيته دلوقتي. طيب السلام عليكم. وعليكم. حاضر حاضر. مساء الخير بابا موجود؟ انت الشيخ حسنين اخو همام صح؟ ايوه صح. ثواني بابا يا بابا الشيخ حسنين كان عايزك. يا اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ حسنين. اهلا بك. اتفضل. الله يخليك وسهلا. الله يخليك يا استاذ رؤوف. يا ريت ما كنتش جيت في وقت مش مناسب. ازاي بقى البيت بيتك مناسب في اي وقت. اتفضل اتفضل يا شيخ حسنين. يا سات. اتفضل يا سات. اهلا وسهلا. بتقولي مين؟ حسنين هنا؟ اه يا اختي حسنين هنا. اتفضل اتفضل يا شيخ حسنين. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. امرني. انا جاي لك عشان خاطر استوضح منك امر يهمني. يبقى نشرب الشاي الاول وبعد كده نتكلم. الشاي يا سميره. انت جاني
بس دراعي. بس ارفعي خلفي دراعي. اه انت فكرت نفسك ابويا بجد؟ اوعى تركبي مع اي حد، اتقفي مع اي حد بعد كده احط دماغك في النار دي. انت فاهمه يا بنت؟ بيعبتك فاهمه؟ لا يا جعر يا زباله، اياك تقرب لي تاني، فاهم ولا لا؟ بس مش هتسكني لوحدك، انا كلمه قلتها لك. انت مش هتجري في اي حته الا وجهي على وجهك، انت فاهمه يا بنت؟ اظهر وبان بقى على حقيقتك يا عصفور. قول ان انت بترسم عشان تقعد معايا وتلزق لي. الوانه اللي كنت فاكره ان انت عرق الرجال نقح عليك، اتاريك زي ما انت. هو هو عرق الناس اللي عندك. وحشني والله يا عوالك. تعورني انا؟ هو انت اصلا فيك حته سليمه؟ لسانك وقطعهولك، ورجلك واتحرقت، وقرنك وطشتهولك، فاضل فيك ايه بقى؟ اكلك بسناني؟ ازازك؟ بس مش هتسكن لوحدي. انا هوريك. مش هتعمليها يا بنتي المجنونه. بجد مش هتتكلم لوحدي يا ابني. الله يحرقك يا عصفور. الهي تتشك، الهي ما توعى. ولا شكر بده كمان. تعالي اركبي واركب ويهريني اسئله، والمسدس فين وخبتيه فين؟ وانا بخبت اقول له اه خبيته. شاكر بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا شاكر بيه. أهلا بيك يا عمام. عمار، ابعت حد من الرجالة يجيب لنا شاي من جوه. عيني يا ريس. لا ملوش لزوم، انا مش جاي اتضايف. خد واجبك وبعد كده تحدد براحتك. اللي انت بتعمله ده بوظت عليا الفلاحين. مش انت اللي قلت سابق السوق عرض وطلب؟ انا ما قلتش الكلام ده لحد. قلته لجد، فاكر ساعه ما رفضت تزود الدوريه؟ واللي اتقال لجد كانه اتقال لي. انا زودت لك الدوريه وانت رفضت تاخدها اصلا. وانا زودت اليوميه وعرضت والفلاحين وافقوا. خلاص خد الدوريه وسيب لي فلاحين. انا اخد اللي انا عايزه ساعه ما انا عايز، واسيب اللي انا عايزه برضك ساعه ما انا عايز، كله بكيفي. منور يا شاكر بيه، منور. اهلا يا حامد. اهلا بيك. ما تنساش يا شاكر بيه الموضوع اللي كنت كلمتك فيه. موضوع ايه فكرني؟ موضوع الشيخ حسنين ابني. الشيخ حسنين، حاضر هعملهوله، ولو اني زعلان من ابنك همام. ايه مزعلك فيه؟ طب قول لي بس كده وانت هتشوف. اساله هو، وبرغم عن كده هعمل لك موضوع ابنك. لا يكرم أصلك يا أصيل يا أبو الكرم كله. مع السلامة. أبو حسنين. يا أبو الكرم كله. أبو حسنين. يا أمير يا ابن الأمرة. أبو حسنين تعال. يا انت طايح في الخلق كلها ليه؟ انت ما فيش حد مالي عينك ولا ايه؟ مالكش كبير؟ بقولك ايه، كفاية بقى، كفاية. انت طلعتلي منين؟ كفاية. ايه انت ما عندكش دم؟ مفيش كرامة؟ ايه بقى؟ في ايه يا همام بتزعق ليه؟ اهدى يا همام اهدى. محدش يقول لي اهدى. طب اهدى بس شوية مش كده؟ محدش يقول لي اهدى. يدوم الشاي. بألف هنا. أنا مش هطول على حضرتك يا دكتور رؤوف. أنا كل اللي عايز أعرفه جدي اتقتل ازاي؟ أنا ما كنتش معه ساعة ما اتقتل، ومعرفش اتقتل ازاي. أنا عارف إن حضرتك ما كنتش معه، بس حضرتك شفته هو مقتول. مين بقى اللي كان معه ساعتها؟ معرفش، ممكن تعرف من همام. هما مش اتهموا علي إن هو اللي قتله؟ الله يرحمه. يا ترى فعلا بقى علي
ولا قتله ولا حد تاني. حتى ده كمان كان على يدي برضك. انت ليه جاي تسأل الأسئلة دي دلوقتي يا شيخ حسنين؟ عشان أعرف جدي اتقتل إزاي. مش مهم مين اللي قتله ولا مين اللي كان معه ساعتها، بس اتقتل إزاي. اللي أنا شفته قتيل مضروب رصاصة دخلت من الجنب اليمين في المخ وخرجت من الجنب الشمال، وتقريبا من مسافة قريبة جدا. من مسافة قريبة جدا. انت بتعملي ايه؟ مالكيش دعوة. انت بتكتبي جواب لحسنين؟ حاجة متخصكيش. طب هتديهوله ازاي يا فالحة وبابا قاعد؟ قلتلك 100 مرة متحشريش في اللي مالكيش فيه. طب سؤال أخير وإن شاء الله حضرتك أكيد تعرف إجابته. هما ليه خلوك تعمل شهادة وفاة عادية؟ رغم يعني إن جدي اتقتل وماتش موتة ربنا. والله ما قالوليش على أسبابهم، ووقتها ما كنتش أقدر أسأل عن الأسباب. تمام. عموماً ألف شكر يا دكتور رؤوف، وآسف على الإزعاج مرة تانية. لا أنت نورتنا يا شيخ حسنين. الله يخليك، الله يخليك. بابا، ماما عايزاك جوه تقرولي. حاضر. بالإذن يا شيخ حسنين، اتفضل ثواني وراجع لك. تحت أمرك. اتفضل. 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 يلا. اقرا الجواب ده بعد ما تروح. لو سمحت الورقة دي. دكتور رؤوف، أنا. ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة. شرفت يا شيخ حسنين، مفيش حاجة. أنست وشرفت. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعالي تعالي هنا اهو. انا ما قلتش اربيكم. اقعدي اقعدي يا رجالة. يا رجالة يا رجالة يا رجالة. وانتي بتقفشيني يا بنتي. التربية يا بنتي. التربية عينكم. يا ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ فيه ايه؟ سيرت تخش تهديهم احسن. خلاص على اذنك. مفيش تربية. دي التربية. ايوه مين؟ اوعى تفتح، ده تلاقيه جاي يقصر له كلمتين. السهون ده اللي عامل لي فيها شيء. افتح يا عمي انا نوارة. اهلا يا نوارة يا بنتي. أنا أسفة يا عمي، جيت في وقت مش مناسب. لا أبداً، إحنا نايمين. رئيفة وأمينة في أوضتهم. خش لهم. إزيك يا طنط؟ أهلاً. إيه ده؟ بالشفا ان شاء الله يا حاجة. ما تزعليش مني يا جدة، مش قادر اكتم في نفسي اكتر من كده. السر اللي حملته لي تقيل والأمانة اتقل. انا كل ما اشوف جوزك قدامي افتكر اللي جرالك وعيط. ما بقيتش قادر اقول له يا جدة عكاشة، قلت له يا عم عكاشة. يا نهار ابوك طين،
تحس تفضحني يا واد تجنن. يا واد جوز جدتك ما هو جدك وعبعاطي ابن انا اللي خلفته وانت ابن. معلش يا جد سيبيني بس شويه عقبال ما اتعود على الوضع الجديد. هو يا اصل ده ما تمسك نفسك كده امال، ده انا اللي اسمي وليا شلتها في قلبي وعمري ما قلتها. امسك نفسك كده وحسك عينك تاني مره تقول يا عم عكاشه دي عكاشه جد عكاشه جدك، فاهم؟ فاهم خلاص. جد جد عكاشه. قول يا واد هو ابن عظيمه سمعني وانا بحكي لك. حسنين في حد غيره جاي النهارده؟ لا. وليه بقى؟ ما تفوق كده وتصحصح وتركز. حاضر. طب انت لما روحت الدار حسيت بحاجه كده ولا كده؟ ما قابلتوش ولا شفته ولا قابلته؟ وبعدين انت فاكره ان حسنين لو كان سمعنا كان هيسكت؟ ده كان هيروح يقول لهمام على طول، وساعتها بقى همام هيقوم معلق جدي وامي عقبال ما نوصل. فيدي عندك حق. بالك يا واد يا جابر النبهة اللي بتظهر عليك ساعات دي تبع حسنين همام مش بتاعت عكاشة خالص. ما شاء الله يا حاج المحصول وفر السنة دي. مبارك بإذن الله دايما. لا يا حاج بعد ما نحش هنشون فين؟ هنشون في المخزن اللي ورا الدار زي كل سنة. ياسين. ايوه يابا. مكنة الدرس ما اتجتش ليه لغاية دلوقتي؟ هتلاقيها على وصول. بعد ما تخلص يا ياسين وتعبي في شويلة هاتوا مع الدار. ايه العربيات جت ايه يابا؟ بصراحة يا أمينة دي جراءة فائت. والله انت يا بتاعت البندر اللي بتقولي جراءة فائت. طب ما انت وسامير شاكر كنتوا كل يوم بتقابلوا بعض، يا هو عندك في بيت جدك يا انت عندهم في القصر. ساعتها ما كانتش جراءة ولا عشان يعني ما هو مسافر نسيتي الجراءة؟ ايه خلاص انت مش لاقي غيري قدامك. بعدين انا وسمير وضعنا مختلف. ازاي بقى يا حبيبتي وضعكم مختلف؟ كانت التسبيل عندكم واخد شكل افقي وعند بقيه الناس وضع راسي. انت الخرطوم اللي خدتيه على بقك واضح انه اثر على نفوخك. هاتي. لا بجد ازاي وضعكم مختلف؟ مش لما كل واحد فيكم حب التاني راح صرح له؟ هو صرح لي واتفقنا وحبيت حبه ليا. ماشي وانا كمان كنت عايزه اصرح لحسنين، ايه المشكله يعني؟ انا رايحه مشوار انا وابوكي. قاعده هنا ورا شويه ولا مروحه؟ قاعده شويه يا طنط. براحتك البيت بيتك. سلام عليكم. حسنين اخوك بهدلني. يا حسنين يا ابني مالك يابا؟ ده كان ناقص يضربني. يضربك؟ يضربك ازاي وهو فين؟ ومرزي فوق. انت ازاي تتجرأ على ابويا كده؟ امشي من هنا دلوقتي يا ابني انت. واحنا بنشحت منك؟ اتكلم مع اخوك عادل. انتوا عايزين ايه؟ امشوا اطلعوا من هنا انتوا الاتنين دلوقتي. يلا. انت فاكرنا في ملكك ولا ايه؟ لا فوق كل حاجة هنا النص بالنص. قولي بقى انك جاي انت وابنك البلد دي عشان تنصصه. كلم ابوك باحترام ولا محدش علمك كده؟ وبعدين ايه؟ انت عايز تكوش على كل حاجة؟ جدي زي ما هو جدك، يعني انا ليا هنا زي ما ليك بالظبط. حلاوتك حلاوتك يا شيخ يا ابو سجاده، اظهر وبان عليك الامان. بطل بقى الاسلوب السوخ اللي انت بتتكلم بيه ده، واتكلم بطريقه احسن من كده شويه، ولا عيشتك مع البلطجيه والسوابق خليتك راجل قليل الربايه. هتعمل عليا واعظ انا كمان؟ اوعى هتموت اخوك. اوعى اوعى من عليه. اوعى يا واد اوعى من عليه. اوعى اوعى
ناس الحقونا يا ناس. الواد هيموت اخوه. الحقونا يا ناس. بقى كده برضو اخص عليك يا همام. ده انت ود ما كانش العجم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليه كده بس؟ ليه كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انت بتعمل ايه؟ سيبني يابا، ابوس ايدك. اسيبك ايه؟ هتروح فين يا ابني؟ ده بيتك، ليك النص من النص هنا. يابا الله يهديك سيبني. يا ابني هتسيب ورثك يرتع فيه لوحده؟ يا ابني طول عمره هو متنعم فيه، واحنا عايشين هناك متغربين ومش لاقيين اللضا. هتسيبهولي دلوقتي كمان يا حسنين؟ استغفر الله العظيم. يا ابني استنى يا حسنين. استنى لك. يا ابني رايح فين؟ عاوز ولادي. ارجع يا حسنين. عاوز ولادي. يا ابني ده مصارين البطن بتتعارف يا حسنين. الله يجازي اللي كان السبب. نجري ما نجري الدنيا خطوتنا أوسع، نجري وراها في السكك ونعاني، والهم مهما نهشه تاني بيرجع يرسي على شط القلوب. يرسي على شط القلوب. ارسي على شط القلوب من تاني، من تاني. يا رب يا ساتر. اتفضلوا اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ام بهلول؟ الحمد لله. والله انا كان نفسي اقوم اعمل لكم شاي. معلش مش عايزين نتعبك يا ام بهلول. لو مش عايزه تتعبيني بصحيح قومي اعمليه انتي، وعقبال ما نشرب الشاي يكون الاستاذ بهلول وصل. فين المطبخ؟ تحت. يعني الشقه قد ايه؟ هي ده تلاقيها كم متر في كم متر. انت عارف انت جداد في البلد برضو. جداد ايه يا ام بهلول؟ احنا فيها قبل ما تتجوز ابو بهلول الله يرحمه. اه ما انا فاكره لما انت جيت تتجوزني وانا رفضت. انا هو انا لوحدي؟ ده كل رجاله البلد كانت واقفه طوابير عشان تطلب ايدك. طبعا من حلاوتي. ايه وهي دارت الايام وابني كبر واتعلم وبقى محامي كبير وبقى فندي هو كمان. مش كنا خلصنا في بعض؟ وهو كان زمان ابنك، لكن ايه او نصيب. كل واحد بيشوف نصيبه يا ام بهلول، وانا بعتبر بهلول ابني. وانا كمان عايزك تعتبري امينه ورئيفه زي بناتك بالظبط. اما ام بهلول الشاي والسكر فين؟ الشاي والسكر على الرف على ايدك اليمين، والبراد في المطبخيه، والكوبايات جنب البراد. تسلم ايديكوا يا رجال. اتفضل. يا صباح. استغفر الله العظيم. السلام عليكم. حسن ايه؟ عنك عنك. جزاك الله خير يا صباح. لا ازاي، ده انتوا خيركم عليا انت وسهمام، ربنا يخليكوا يا رب. عنك الله يخليك يا صاحب الشيء اولى بحمله، عن اذنك. ها؟ ماشي اللي تشوفه. انت رايح فين كده على الصبح؟ اوعى تكون رايح البندر. طب ولو رايح البندر؟ لو النبي ما تروحش، خليك قاعد معانا، ده البركه حلت على البلد من ساعه ما جيت فيها. عليه الصلاه والسلام. انا هروح اقعد عند عم محمود شويه. اه وماله؟ الرجل تدب مطرح ما تحب، اهم حاجه بس ما تسيبناش، ما تسيبش البلد دهين تاني. ما تخافيش يا صباح، انا مش هسيبها. بالسلامه.
وانا ان شاء الله لما اعدي على الابله نواره هبقى اجي اشقر عليك وارمي عليك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عينك على البنايين يا فايز. والنبي يا سي عمار عايزه اتشكر لكم واحد واحد. الدار بقت ولا في الاحلام اهي. اتشكر لسي همام، لولاه ما كانتش ظهرت الدار دي من اصله. والشيخ حسنين برضك ما هو صاحب الفكره. قال لي اقول لي بصحيح. انا لسه مقابله الشيخ حسنين دلوقتي وسالته، كان ماسك شنطه كبيره، قال لي ان هو رايح يقعد عند الاستاذ محمود في الدار عنده، ابو الابله نواره. قال لي خيرك فلا الشر. هو حصل حاجه؟ لا ما تشغليش بالك، مفيش حاجه يا صباح. مفيش حاجة. بنت يا صباح، يا بنت يا صباح، عايز ايه؟ ايه يا ست الدار، ايه يا ست الدار، ايه بطلت روحي قهوة ولا ايه؟ لا يا اخويا ما بطلتش. خلاص ما بطلتيش يبقى تعالي روح، يلا بسرعة يلا. وانتوا بقى عايزين الأستاذ بهلول في ايه؟ عايزين يرفع لكم قضية ولا شادين حتة أرض وعايزينه يكتب لكم عقدها؟ لما يجي الاستاذ بهلول هتعرفي. طب يعني اهو صوت الباب اتقفل. تعالى يا استاذ بهلول. ايوه ياما. تعالى في ضيوف. حاضر ياما طالع. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا دكتور. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ازيك يا مدام؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. الدكتور ومراته بقالوا ياما مستنيك. والله لو اعرف ان هم مشرفينا النهارده انا ما كنتش رحت المحكمه اصلا. لا ازاي بقى ودي تيجي. لا 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 لا، احنا عايزينك الاستاذ بهلول المحامي الشاطر زي ما انت على طول. يا رب اكون عند حسن ظنك دايما يا مدام. انت يا حبيبي دايما عند حسن ظننا. اهلا وسهلا. طب ما تتفضلوا يا دكتور، يلا ننزل على المكتب. لا خلينا هنا احسن، احنا مش غرب. لا مدام جايين له في شغل، ما تنزلوا تقعدوا معاه في المكتب. لا يا ام بهلول مش جايين له في شغل. بهلول كان جالي الوحده عشان يطلب ايد امينه بنتي، وانا قلت له ده مش المكان المناسب عشان نتكلم في حاجه زي دي. ما يعنيش بقى لما اجي ارد عليه في نفس الموضوع اننا نقعد في مكان شغل. احنا نعرف الاصول ولا ايه؟ اذا كانت الحكايه كده اقوم بقى افتح لكم اوضه المسافرين. لا والله ما انت قايمه ولا فاتحه حاجه. طيب خلوا البساط احمد. الحقيقه انت فاجئتني دلوقتي يا دكتور، ده انا حتى ما كنتش لسه جبت سيره للحاجه عن الموضوع ده. هو احنا في ديك الساعه لما نناسب الدكتور ومراته؟ يا الف مبروك. استني ياما استني، الدكتور قال انه جاي يرد عليا، ما قالش لسه انه موافق عشان تعملي الهوليله دي كلها. طب يا سيدي انا موافق، هللي براحتك يا زكيه. ربنا يخليك ليا يا دكتور. يا دكتور ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك يا مدام. ربنا يخليك. قومي ياما قومي بقى بل الشربات يلا. والله ما انت تعبه نفسك. مادام مش عايزاني اتعب نفسي روح انت بقى بالليل. لا اتعبي نفسك، الحركه حلوه للي زيك. يلا اشربوا الشربات. الفاتحه للنبي. انا كنت بقول نخلي قرايه الفاتحه لما اجيب والدتي ونيجي نقراها في داركم. اهو بالمره العروسه واختها يقروها معانا. انت هتجيب الست والدتك وتيجي على الشبكه طوالي يوم الخميس على طول كده؟ مش لينا ناس برضو لازم نقول لهم ونشرهم؟ انا راضي وعريسنا راضي، محدش له عندنا حاجه. ولا انت مش جاهز بشبكتك يا عريسنا؟ انا جاهز يا عم. مراتك خايفه لنرخص العروسه يا دكتور. ما تخافيش يا ام البنات، احنا بنقدر الناس كويس قوي، والمثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، وجوزك بيطبق المثل بالحرف. بنتك في عينينا، هنجيب لها كل حاجه، الشبكة والمهر والعفش. احنا ناس برضو نعرف الأصول مش عولة. الفتحة للنبي. الفتحة. الدار بتاعت صباح خلصت خلاص وجاهزه تسكن فيها على المسا. تمام الله ينور عليك يا عمار. والشيخ حسنين كان مارق من حبه كده، انت تعرف هو رايح فين؟ ما يروح مطرح ما يروح. البت صباح شافته من شويه كده وكان معه شنطه باينها شنطه سفر، وقال لها انه رايح دار محمود ابو النصر.
تسمعوش يوم للي صوته صوتي صوت عن لسانه صوت بعيد جوه خافوا أبو وشين وأبو قلبين كأنه هو وهو مش هو ما تسمعوش يوم للي صوته صوتي عن لسان وصوت بعيد جوه خافوا أبو وشين وأبو قلبين كأنه هو وهو مش هو ما تسمعوش يوم للي صوت وصوتين صوت عن لسان وصوت بعيد جوه خافوا أبو وشين وأبو قلبين كأنه هو وهو مش هو ابنك فين؟ اسأل نفسك ما أنت اللي طفشته على فين يا همام؟ خليك انت هو همام ليه يعمل كده؟ حاجة غريبة والله معلش يا حسنين يا ابني أخوك همام مضغوط الحمل عليه ياما بس ده ما يدلوش العذر إنه يعمل كده فيا أنا وأبويا روح يا محمود لهمام وعاتبه خلاص ما بقاش ينفع همام مستقوى عليا أنا وأبويا عشان عارف إن إحنا ملناش حد وهي دي الحقيقة أنا وعيت على الدنيا ما لقيتش حد جنبنا غيركم معلش يا حسنين غمة وهتنزاح يا حسنين يا ابني انتوا اخوات وملكوش إلا بعض ياما بيحصل بين الاخوات وفي الآخر يتصافوا البيت بيتك يا حسنين خليك هنا زي ما انت عايز لحد ما نشوف الحكاية دي هترسي على ايه حسنين سامحني يا اخويا تفتكروا بابا وماما راحوا فين تلاقيهم راح يجيبوا عصاية مقشة تانية بدل اللي كسروها عليا ولا يكونوا روح للشيخ حسنين عشان يصلحوا معه الموقف ممكن يكونوا عملوا كده فعلا بس بصراحة موقف محرج قوي يا ريت يروح هو بقى طالبني منهم ونخلص بس تفتكري بابا ساعتها هيقول له ايه بابا هيسكت ماما هي اللي هتقول الكلام ده ما ينفعش عندنا يا شيخ حسنين احنا ناس نحب الاصول هتابوك وتعالوا اشربوا الشربات عندنا يا سلام يا اختي بقى ماما هتقول له تعالوا اشربوا الشربات كده على طول بابا وماما جم السلام عليكم وعليكم السلام باركي لاختك على ايه هو انت لسه موجوده يا نوره ايوه يا طنط لسه موجوده على ايه يا ماما على ايه قالينا فتحتها النهارده على حسنين على الاستاذ بهلول المحامي احسن شاب في البلد عيش وملح يبقى بينكم دايما وانت يا محمود تروح لحامد تفهمه يعود لهمام ويشاوره همام طول عمره هنا في البلد يعرف الصغيره والكبيره ما ينفعش يصغره مش كده والنبي يا جده كلامك كله حكم تعرف همام وانا في البندر احلى اكل كلته كان من خاله زينب ونوار كان ليها نفس في الاكل الا بصحيح هي في النوار عندي تفيده وامينه بس انا يعني من ساعه ما جيت ما شفتهاش على وصول تيجي بالسلامه
أنا بجتهد عشان أخضر الأرض، ورفعت يومية الفلاحين عشان أنهي سطوة شاكر على الفلاحين والأجارية. خير ما بتعمل يا همام. والله يا همام، بالرغم من إني شاكر بيه صديق طفولة وما كناش نسيب بعض أبداً وإحنا صغيرين، لكن تكويشه على الأرض الزراعية وتحكمه في أجرة الناس الغلابة ده مخليني زعلان منه قوي. لكن طالما أنت بتعمل العمل الجليل ده هتلاقي الناس كلها واقفة معاك وبتساعدك. ويجي بقى أبويا يتذل اللي شاكر بطلب ومن ورايا. خلاص يا همام، ما أنا قلت هتكلم مع أبويا وأفهمه. والنبي يا عم محمود اتكلم معه أنت زي ما الجدة قالت، منك هيسمع أكتر إن شاء الله. ماشي، أنا هقعد معاه وهفهمه. يدوم إن شاء الله. تسلم إيدك يا خالة منورة، بركة فيك يا جدة. تسلم يا همام، كلك ذوق. نجعله عامر. الحمد لله، اللهم اسقي من سقانا وأطعم من أطعمنا وآوي من آوانا. آمين يا رب آمين. ربنا يبارك فيك يا حسنين ويزيدك إيمان. ربنا يخليك يا جد. يلا بينا يا شيخ حسنين، خلص روح انت وانا هاجي وراك على طول. لا ما ينفعش، احنا هنروح مع بعض. لا، ما انا هقعد مع عم محمود ابو نواره شويه كده وانا هاجي في دلك على طول. لا تروح معايا على القلعه وبعدين تقعد مع عم محمود. هو عم محمود هيروح فين؟ همام عنده حق يا حسنين، روح مع اخوك دلوقت. ماشي يا جد. عموما انا ما اقدرش على زعل اخويا همام. تسلمي يا جده. تسلم لكل البلد يا ولدي. الله يسلمك. قول لي يا اخويا انت بتحلم بايه وانا بعون الله احققه لك. عايز تشتغل؟ تعال ارضك وملكك هيرتع فيها الخيل ما يجيبش اخرها. لما نروح ونتذلل لشاكر ده، ده يقل بكرامتنا وبهيبتنا. انا ما اعرفش حكايه شاكر بيه دي، وما اعرفش ان ابويا راح يتقصده في شغلانه ليه. لو شفت الفلاحين وهم شغالين هتفرح. تعال امسك الانفار، امسك الارض وامسك الزرع. ايوه يا اخويا ده مش طموحي، انا كنت شغال مدرس، يعني مش طموحي ابدا ان اشتغل ملاحظ انفار. الله يعلي مقامك يا اخويا، اشتغل زي ما انت عايز، انما نحافظ على هيبتنا وكرامتنا. ازيك يا نوارة؟ الحمد لله يا شيخ حسنين. ازيك يا نوارة؟ عاملة ايه دلوقتي؟ احسن كتير يا همام، تسلم. الحمد لله. ازاي كنت عنده؟ ما تستغربيش، اصل احنا لسه خارجين من عندكم. اتفضلي اتفضلي يا ست البنات، شكلك تعبانة شوية. شوية، على اذنكم. اتفضلي اتفضلي، مع الف سلام. مع الف سلام، مع السلامة. الله ينور يا رجال، خش. خش يا حاج. منور القلعة يا حسنين، ده بيتك، ما تسيبوش تاني مهما حصل. يلا رتب حالك ومحتالك على بال ما اروح مشوار وارجع. طب انت مش هتخش لابوك؟ طبعا هنتعشى انا وانت وهو سوا، على بال ما اروح المشوار ده وارجع يكونوا جهزوا العشاء، وتكون انت اتكلمت معه وعرفته غلطه. ماشي. بقول لك يا همام. العفو. يا ابني يا حبيبي، ما انت لازم تنفذ الامانه. مش هقدر يا جد اخلص من حسنين وهمام، مش يجوز يكون اخواتي. يا واد بطل الهبل اللي انت فيه ده يا جد. بلا جد بلا زفت، اسمع الكلام وروح خلص على جاه قبل ما يفوق ويفضحنا. ما جايز يسكت ويكتم. يسكت عن واحده عايزه تقتله. حاضر. بقول لك. نعم.
اوعى حد يشم خبر ان انا اللي كنت بخلص عليه وان هو اللي دبني بسكين. ما تقلقيش، من النواحي دي محدش هيعرف. طب يا حبيبي يلا يلا روح كده، ربنا يوفقك، روح اقتله يلا. طب انا عندي فكره. ايه تاني؟ ما نستنى عليه لحد ما يفوق، ولو حسينا منه بغدر نروح ننهيه. بطل رغي، امشي غور هتروحوا، يا روح ما بعدك روح. ده لو فاق واتكلم هيودينا كلنا في 60 داهية، خصوصي انه انا بقتله قلتله ان انا كان ليا يد في قتل حسنين عمام. وتقولي له ليه بس يا جدة؟ تقولي له ليه؟ هي واد في ايه؟ لا انا كانش عرفني يعني انه زي القطط بسبع ارواح وهينفد منها. يلا روح يلا خلص عليه. حاضر حاضر، وانت واقف مكانك امشي روح يلا. حاضر. معلش بقى يا عم جاد، ولا اقول لك جد جاد، والله ايه بقى الله اعلم. انا ما كانش بودي اقتلك، بس نبي اليد حيلة بقى. جابر؟ همام؟ وسوس الوسواس يصدقوا ويكذبوا الإحساس، ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح، يا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح. في ناس تقول عالمر زايد سكره، وناس تقول عن عمرها ضاع اكتره، واني رغم العمر لسه بتبتدي، لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا، لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا. لا يوسوسك وسواس إلا عمايل الناس، واللي بيحميك تقاوة الإحساس، ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح. Amen.
تحت الحيطان يتحصنوا، تحت الحيطان يتحصنوا. لا توسوس الوساويس في ودانك، لا توسوس الوساويس في ودانك، ولا تسامح الندل لو خانك. ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح مهازك من البدن للروح. يا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح.